إخواني، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في قناة أميليو. إني المعلم زياد. اليوم سأقوم بوضع شرح مبسط لحل تفادي مشكل حقوق الطبع والنشر على الفيديوهات. يعني فمثلا لتحميل فيديو ووضعه في اليوتيوب، يعني عند وضع أحد الفيديوهات على اليوتيوب يصاب صاحب هذه القناة بعلامة التحقيق الداخلي، يعني وضع عليها علامة المنع وظهور ما يسمى بعلامة السي، يعني أن هذا الفيديو لديه ما يسمى بمخالف لقانون حقوق الطبع والنشر. فللحصول أو لوضع فيديوهات ليس لها حقوق الطبع والنشر ويمكن منها يعني الاستفادة من تحقيق الدخل، فيجب عليكم اتباع هذه الطريقة التي سوف أقوم بشرحها على سمعكم. فبالذهاب إلى اليوتيوب مثلا أبحث عن فيديوهات خاصة بالمقالب، أكتبها على مقالب مضحكة جدا، أقوم بالبحث على هذه المقالب على الفيديو، يعني أحصل على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالمقالب المضحكة. لكن مثلا هذا الفيديو فعند يعني تحميله وإحداث عليه مجموعة من التحسينات أقوم فلتري والذهاب إلى ما يسمى بكرياتيف كومون. في كرياتيف كومون يعني الفيديوهات المرخص لها، الفيديوهات المرخص بأخذها ووضعها. فمثلا يعني لا يجب أخذ مباشرة هذا الفيديو، مثلا هذا الفيديو الخاص بأشهر مقلب يعني مضحك، يعني لا يمكن أخذه ووضعه مباشرة على قناتي، لا. فنفس الشيء سأصاب بما يسمى بحقوق الطبع والنشر. لكن يجب أخذ هذا الفيديو وإحداث عليه مجموعة من التحسينات بواسطة برنامج من برامج برامج كالفوتوشوب مثلا أو الكاميرا. يعني هذا الفيديو عندما أقوم بوضع عليه مجموعة من التحسينات آنذاك يمكن لي وضعه على قناتي، وبهذا أتفادى ما يسمى بحقوق الطبع والنشر. وإن كنت أنفعتكم فتفضلوا معي قناتي، وإن شاء الله إلى شرح آخر بإذن الله.